يا هلا والله، والسلام عليكم. معكم علي من قناة دار جيمنج تي في، واليوم يا جماعة جانا لكم بمقطع شرح جميع أماكن قطع الإكس بي للأسبوع العاشر. تمام، بعتذر على السحبة والله بسبب برنامج المونتاج البيض هذا اللي قاعد أتعلم، والله مرة صعب، اسمه أدوبي بريمير، كثير صعب يا جماعة، إنتاج المقطع عليه جدا صعب، وحاولت إني أتعلم عليه قد ما أقدر. فالفيديو اللي السابق هو شوف من شغل البرنامج هذا، وطلع طلع المونتاج بيض وكل شيء بيض، صعب صعب كتير اني يضل استمر على هذا البرنامج، فرجعت لفلمورا وان شاء الله راح ارجع التنزيل بشكل يومي، واتمنى انكم تدعمونا بكود لا تمشوا باي كي دبليو يا جماعه، لانه للاسف كانوا الميت شخص اللي حاطين كودي صاروا الصفر صفر يا جماعه. بتمنى اذا بس هيك تحطوه عندكم بالايتم شوب، ما حتخسروا شيء حتى لو ما حتشتري، بس بتمنى انك تحطوه عندك بالايتم شوب. تمام، وإذا مو مشتركين بالقناة تشتركوا وتحطوا لايك وسبسكرايب، وبس خلونا نبدأ المقطع.